الحمد لله هو أحق من يعبد وأحق من يذكر ويشكر وأنصر من طغي وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه مدهوف حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها المسلمون لا نزال نفجع في هذه البلد ونتوجع وأشد ما نفجع به ونتألم وما تتقطع له القلوب وتتقرح له الأفئدة وتشيب له مفارق الولدان ما يطالنا كل يوم من الإساءة في ديننا والتعدي على حرماتنا وأغلى ما يملك العبد في دينه في دنياه أغلى ما يملك العبد في حياته هو دينه فإذا فقد الدين فقد كل شيء وإذا ضاع دينه ضاع كل شيء ولا قيمة لحياة الإنسان بغير دين وإنما الفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان مكلف بالعبادة فإذا صار الإنسان بعيدا عن عبادة ربه كان من البهائم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ومما أصاب هذه البلد من النكبة في دينها هذا المنهج الجديد الذي صدر وطبع وطبعت منه كتب للصف السادس الابتدائي والصف الأول ابتدائي وهذه الكتب كنا نسمع عنها أخبار طائشة إنه فيها إساءة للدين وفيها تحريف لمنهج رب العالمين كنا نسمع كلنا أخبار طائشة وصور ملتقطة من هنا وهناك وأنا ما كنت مصدق يعني كل ما يقال وإن كنت لا أستبعد لكن لما وقفت على الكتب بنفسي وقريت ما فيها من المحتويات حقيقة أنا وصلت إلى نتيجة واحدة وهي أن هذه الكتب تسيء إلى الإسلام إساءة لا توجد في المناهج الأوروبية ولا الأمريكية لا توجد في المناهج الأوروبية ولا الأمريكية وأنه إذا لم يظفر أعداء الإسلام في أي شيء إلا في هذه الكتب لكفاهم غزوا للمسلمين من جديد
ده الغزو الأوروبي من جديد. هذا الكتاب كتاب التاريخ، كتاب التاريخ للصف السادس، أنتجته أو أنتج المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بخت الرضا بقيادة الدكتور عمر الجراي رئيس المركز القومي للمناهج. أسوأ ما في هذا الكتاب وضعوا فيه في صفحتين، أنا ما بقدر أعرض الصورة دي بالذات في هذا المقام، في الصفحة 40 والصفحة 45، وفي الصفحة 40 الصورة التي وضعت كرمز للحضارة الأوروبية، صورة بتملأ أكثر من نصف الصفحة، رمز للحضارة الأوروبية، أي أن الحضارة الأوروبية ده المفهوم بدأت من هنا، ده الغلاف بتاع الفصل الكامل تكلم عن الحضارة والنهضة، النهضة الأوروبية، مع إنه ده كتاب تاريخ لبلد مسلم وتراثنا تراث سوداني ما فيه حضارة لا سودانية ولا إسلامية ولا نهضة إسلامية إطلاقا، ولا فيه تمجيد لأحد واحد من رموز الإسلام. لما يجي الكلام عن عمر بن الخطاب يقول لك عمر بن الخطاب، ومرات يقول رضي الله عنه فقط، أما التمجيد والثناء والرفعة والكلمات الرنانة والعبارات الجميلة لكلاب الكفار، وهذا الكلب الذي رسم هذه الصورة في سنة 1511 اسمه مايكل أنجلو، رسم صورة سماها بصورة أو صورة خلق آدم، والصورة بتتكون من جزئين. أفتح اليوتيوب أسمع صوتي شرح الصورة، أقرأ مكتوب شرح الصورة، صورة خلق آدم، الجزء السفلي من الصورة آدم وعاري تماما، ده في اليوتيوب، هنا قطعوا محل العور فقط، آدم عاري ورافع يده في وقت الخلق بتاعه، وفوق منه الجزء العلوي هو السماء، وفيه ربنا سبحانه وتعالى وتنزه عما يقول الكفرة وأذنابهم علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الكفر وأذنابهم، صورة لربنا والعياذ بالله. مد يده لآدم وكادت أيديهما أن تتلاقيا ومعه الملائكة يحيطون بالله، نعوذ بالله العياذ بالله، لا تجعلوا لله ولا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما قدر الله حق قدره، صورة لربنا في غلاف كراس، في نص صفحة بتاعت كراس ربنا، المولى عز وجل يحيط به غلاف بتاع كراس، ونص ورقة تحيط به ربنا سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً حليماً غفوراً. ربنا حليم والله، والله ربنا حليم. ربنا يحيط بك كتاب يا هدى، هذا الكتاب في صورة ويحيط بالله المولى سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، يحيط به شنو؟ كتاب نصفها فيها الله والملائكة، نصفها فيها الله والملائكة وآدم، نصفها فيها السماوات والأرض، نصفها. العياذ بالله، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان. نحن شعب تربى على الإسلام، ورضعنا الإسلام من أمهاتنا، ونشأنا عليه، ودافعنا عنه، وقمنا عليه. يبقى ده منهجنا؟ ده منهجنا نحن؟ ربنا في صفحة جايبينه في موضعين، والأسوأ من ذلك جاي يعتذر، قال في مؤتمر، مؤتمر صحفي عملوه، وده العذر الأسوأ من الذنب ذاته. قال نحن جبنا الصورة وما كتبنا على إنه ده الله وذاك آدم. بالله والناس جاهلة ولا ما بعرفوا الصورة دي شنو؟ الناس ما بتعرف الصورة دي شنو أنت قايل؟ ها؟ بعدين بتكتب عليها صورة، وكذاب قال ما كاتبين عليها، كاتبين، كاتبين صورة خلق آدم. طيب أنا لما يجي التلميذ يفتح الصفحة دي ويلقى صورة خلق آدم، ها؟ ومادي يده لفوق، مش حيسأل الأستاذ يقول له الفوق مين ودمه؟ ولا ما حيسأل؟ ما أنت قلت خلق آدم، آدم الخلق منو؟ منو الخلق؟ خلق ربنا. أنت بتتخيل إنه طالب في سنة سادسة عمره 13 أو 12 سنة ما حيسأل الأستاذ يقول له الفوق مين وده منو؟ حيسأله، وحتكون الإجابة شو؟ إنه ده الله وده آدم أبو البشرية. يا أخي أسألكم بالله، خليكم من فظاعة كون تصور ربنا. يا أخي صورة آدم، قال لي أنت لو أبوك جابه في المنهج، أبوك أنت جابه في المنهج الدراسي عاري، ها؟ وقاطعين محل العورة بتاعته في الصورة، وجايبينه عاري، أنت بتقبل؟ أبوك أنت بتقبل؟ ما بتقبل. ده أبو البشرية كلها يا أخي، ده أبو البشرية كلها آدم عليه السلام. المصلحة شنو تكون في صورة زي دي في منهجنا نحن لأولادنا؟ نحن مالنا ومال مايكل أنجلو، مالنا وماله نحن يا أخي؟ نحن مالنا ومال الحضارة الأوروبية، مالنا ومال النهضة الأوروبية، مالنا ومال الكنائس. أكبر صورة قال دي واضعينها في الكنيسة في الفاتيكان، صورة مساحتها 1100 متر مربع. إحنا مالنا ومالها؟ دي ثقافتنا؟ ده ديننا؟ دي حياتنا؟ ده جزء مننا؟ إحنا ما عندنا علاقة معها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الكتاب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب بتاع التاريخ في النهاية يؤسس لعقيدة محمود محمد طه اللي تبعه هذا القراي، وعقيدته موجودة في كتبه دي. أقرأ لك موضعين صغار جدا عشان تعرف ليه رسموا صورة ربنا والعياذ بالله. الموضع الأول ده في كتاب اسمه أدب السالك في طريق محمد،
صفحة 27 قال: وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله فهو بيت الرب، وهو معمور بذكر الله لأن الإنسان الكامل هو الله. الله هو شنو؟ الإنسان الكامل. عشان كده لابد يجيب الصورة بتاعت مايكل أنجلو اللي فيها إنه ربنا على صورة إنسان، بشر، بشر على صورة بشر، وعنده لحية ومادي يده لآدم من تحت. لابد يجيبها دي عقيدته. أنت بس عارف الحاصل. اثنين، كتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام، الرسالة الثانية من الإسلام. عنوان الكتاب ده ما بيكفي لو نحن بنفهم بس العنوان. الرسالة الثانية من الإسلام جوا قال فلا يكون العبد مسيرا إنما هو مخير، ذلك بأن التسيير قد بلغ منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار، فهو قد أطاع الله. يعني العبد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله، فيكون حيا حياة الله، وعالما علم الله، ومريدا إرادة الله، وقادرا قدرة الله، ويكون الله. خذ الكلام. العبد يبقى شنو؟ يبقى الله. العبد يبقى الله. دي المرجعية الثقافية للرجل اللي اسمه القراي اللي بيضع لنا في المناهج البرنامج هناك. كتاب التربية الإسلامية موجود معي، بوريكم منه حاجات بعد شوية. جايبين صورة ليوم القيامة، رأيكم شنو؟ صورة ليوم القيامة، يوم يحشر الناس ضحى. جايبين الناس في أرض المحشر ماشيين كلهم مع بعض، رجال ونسوان، كأنهم طالعين مظاهرة. ده طبعا تهوين ليوم الدين، عشان لما الطالب يشوفه في الصورة يقول الموضوع ده ما عادي يا أخي، شنو القيامة وكذا، موضوع كبير والقرآن بيضخم فيه، وهذا موضوع عادي نشوفه. دي رسالة خطرة جدا يا أخوانا، خطرة جدا، بتهدم في قلوب أولادنا الخوف من الآخرة. رب يوم الدين، ربنا خوف العباد في القرآن: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يحشر حفاة عراة غرلة ما مختونين وعريانين. السيدة عائشة قالت: والرجال والنساء يا رسول الله، ألا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أفظع من ذلك يا عائشة. ديل جايبين لك في نص صفحة تشاهد يوم القيامة، في نص صفحة عشان يهون الأمر. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره، في الناس منتشر عظيم الشان، والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم زي ده يجيبوا لك في نص صفحة عادي الولادات يشاهدوه كأنهم بيشاهدوا في مظاهرة في السوق العربي. انتهي الإسلام بالطيب، وكله مواد وكله بلاوي. الكتاب حوالي 90 صفحة، أنا قريته أمس طلعت منه أكثر من 100 ملاحظة طعن في الدين. فضلينا شو تعني؟ فضلينا شو؟ إذا أولادنا حيتربوا على زي ده خلاص نقلع منهم،
نقنع من أولادنا ونقنع من مستقبل بلدنا. إذا كان بيصوروا صورة مرسومة للمسلمين لما دخل الإسلام صورة وحشية بيكتلوا في بعض وميتين ومرقدين في الأرض، واحد ممحن كده خدت يده في راسه ممحن، ده مسلم سوداني خدت يده في راسه ممحن، والأوروبيين يجيبوا لك نهضة وحضارة وعلماء وناس مثقفين ونحن ممحنين وبنكتل في بعض. ده المنهج بتاعنا بالمناسبة من أول لآخر، والعياذ بالله. نحرص على أولادنا، رسالتي أبقوا 10 على أولادنا إذا كان ده المنهج، وبعد الجمعة حاوريكم حاجات ثانية. إذا كان ده المنهج أبقوا 10 على أولادكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.